لازالت الله بالخير الميلة من حسب عائلة الجمع ضبط هنتابع مع بعض مادة دروس العمليات الفصل التاني بعنوان نماذج النقل. مشكلة نماذج النقل إن أنا عايز أخفض التكاليف بتاعة المصنع بينتج السلع بينقلها للمعرض اللي بيبيع فيه أو بيبيع للمحل أو بيبيع للعميل في بيته. نقل البضاعة أو الوحدة من المصنع للعميل بتكلفني فلوس، فأنا عايز أخفض تكلفة النقل. عندنا طريقة واحدة هنستخدمها اللي هي ليست كوست مانجمنت أو ال سي إم، طريقة الأقل تكلفة. نموذج النقل عبارة عن مصفوفة، المصفوفة دي لها صفوف ولا أعمدة. صفوف المصفوفة بتحدد لي S1 S2 S3 S4 بتحدد لي المصانع اللي هي بتديني السبلاي البضاعة المعروضة. الأعمدة دي 1 دي 2 دي 3 بتديني العملاء اللي هي بيدوني الطلب. السي هي تكلفة نقل الوحدة من المصنع الأولاني للعميل الأولاني C1-1، C1-2 تكلفة نقل الوحدة من المصنع الأولاني للعميل الثاني وكذا، C3-2 تكلفة نقل الوحدة من المصنع الثالث للعميل الثاني. الإكسات هي عدد الوحدات الواجب نقلها من كل مصنع ليه كل عميل. ايه واحد هي مجموع جمع حصر جمع x1 زائد x1 زائد x1 اديني 1، x2 زائد x2 زائد x2 اديني 2. ده اجمالي العرض بتاع المصنع الاول، ده اجمالي العرض بتاع المصنع الثاني، اجمالي العرض بتاع المصنع الثالث، اجمالي العرض بتاع المصنع الرابع. لو جمعتهم بالطول هيبقى بي 1 هي اجمالي الطلب بتاع العميل الاول، بي 2 اجمالي الطلب بتاع العميل الثاني، بي 3 اجمالي الطلب بتاع العميل الثالث. بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3 لازم تساوي A1 زائد A2 زائد A3 زائد A4. لو عندي المثال دوت حققته في صورة المصفوفة بتاعتي، دي مصفوفة التكاليف كده. إجمالي عرض المصنع الأول 400، المصنع الثاني 600، إجمالي عرض المصنع الثالث 200، الطلب بتاع العميل الأولاني 200، 700 للعميل الثاني، 300 للعميل الثالث، إجمالي 200 و700 300 1200، 400 و600 1200، يبقى كده في توازن. ال 120 دي تكلفة نقل الوحدة من المصنع الأول للعميل الأول، تكلفة نقل الوحدة من المصنع الأول للعميل الثاني 150، للعميل الثاني من المصنع الثالث للعميل الثالث 100. طبعا هدور على اصغر تكلفه هنا ممكنه اللي هي ال 20، اقارن ما بين العرض بتاعها والطلب، المعروض منها 200 وحده، المطلوب منها 700، فطبعا هختار الصغير يبقى هاخد ال 200. ولو خدت هنا ال 200 يبقى المصنع ده قفل، بضاعته كلها خلصت، الرصيد بتاعه صفر. بس العميل ده مش راضي لان هو كان عايز 700 ففاضل له 500، فانا هعدل الطلب بتاعه واخليه 500 بعد ما كان 700، وادور له على 500 وحده من مكان ثاني. هدور على اصغر تكلفه تاليه اللي هتبقى ال 40، العرض بتاعها 400 طلب ب 300، هاخد الصغير، يبقى العميل ده بقى ساتسفايد، يبقى هقفل الخليه للعميل ده ويبقى لي 100، وهكذا لحد لما اوصل لتوزيع جميع البضاعه بالشكل دوت. يبقى المصنع الاولاني يبعت 100 وحده للعميل الاول، يبعت 300 وحده للعميل الثالث، المصنع الثاني يبعت 100 وحده للعميل الاول، يبعت 500 وحده للعميل الثاني، المصنع الثالث يدي 200 وحده للعميل رقم 2. لو جمعت اجمالي الطلبات هتلاقي العميل الاولاني خد 200 وحده بتوعه، العميل الثاني خد 700 وحده بتوعه، العميل الثالث خد 600. اجمالي العروض في المصانع ال 400 وحده تم توزيعهم، ال 600 وحده تم توزيعهم، ال 200 وحده تم توزيعهم. طبعا عدد الوحدات في تكلفه نقل الوحده لكل خليه يديني اجمالي التكلفه. ده النموذج بتاع الاكسل، حاول تعمله قدامك وخلي الشاشه قدامك وانت بتعمله وشوف النتائج هتطلع مظبوطه زي ما انا قلتها لك ولا